واصلين على الشام ونحن على طريق الشام. قديش مبسوطة وقديش مشتاقة لأهل الشام. يلا رح نلتقى عشية مع بعضنا مهرجان ليالي القلعة وبأحلى شام وبأحلى سوريا. وطننا صار قدران يجي عليه هيك ناس، صرنا نحن عايشين بسلام وهن قدرانين يجوا لعنا. نحن من زمان كنا ناطرين حدا يجي لعنا ويجي نعمل هالحفلات الحلوة عنا بالبلد. دايما أنا كانت يعني روحاتي ومجيتي من لبنان على سوريا كان شيء سببتكم بعائلتي ببيتي، كان جزء طبيعي من حياتنا. فبدي لكم اشتقت لكم كثير وانا كثير مبسوطه الليله انه رح ارجع التقى مع الجمهور الرائع ونغني سوا ونسهر معه وعن جد نستمتع. ميرسي لكم. صورنا بأوائل 2011 بشاهد بالشحرورة بسوريا، فعندي ذكريات كتير يعني كمان عم بحكي بس جيت تذكرت هيك وجعني قلبي. انبسطنا فيها كتير لكارول وبنتمنى دايما تضل تيجي لعنا هي وغيرها. كتير صارت حفلات عنا حلوة بالبلد وعايشين بسلام وما في أحلى من هيك.